মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن محمد
محبتك غالب علينا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا، وإننا نخاف كيف نجدك بعد الموت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صدق رسول الله النبي الكريم. فالحمد لله الذي قائل لعبده: يا عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله الذي فضلنا على كل أمة من أمم السابقة، ثم الحمد لله الذي أعطانا حبيبه رسولا ونبيا، ثم الصلاة والسلام إلى يوم الدين على من لا نبي بعده ولا خلق قبله، والصلاة والسلام على خير الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين الشريفين إمام القبلتين الذي أرسل إلى العرب والعجم والذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم الصلاة والسلام إلى يوم الدين على آل الطيبين المكرمين، والصلاة والسلام على أزواجه المطهرين، والصلاة والسلام على أصحابه الذين هم في بحور العلوم والحكم ومن تابعهم أجمعين. فقد قال الله تعالى لشان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.